النشرة الإخبارية الرئيسة، أهلا بكم. في البدء أبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس جلسة عمل لدراسة الوضع الاقتصادي للبلاد على ضوء انهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، يعين اللواء ثمانية عمار قائدا للقوة البرية، واللواء حنبلي نور الدين قائدا للناحية العسكرية الخامسة. مفد رئيس الجمهورية إلى موريتانيا وزير الشؤون الخارجية يستقبل بنواكشوت من قبل الرئيس الموريتاني، ويسلمه رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون. وزير الداخلية يؤكد من بسكرة التزام رئيس الجمهورية بتحقيق كافة المطالب المشروعة للحراك السلمي، محذرا من اختراقه من قبل بعض العناصر التي تعمل لهدم الجزائر. وزير الداخلية يبلغ شكر وتهاني رئيس الجمهورية لكافة إطارات وعوان الأمن الوطني والحماية المدنية نظير جهودهم في التصدي لفيروس كورونا منذ ظهوره. ولمنع انتشار الفيروس، وزارة الشباب والرياضة تقرر إجراء المنافسات الوطنية دون جمهور، وتؤجل التظاهرات الدولية المقرر إجراؤها بالجزائر.